اسمع لي. بسمع عليك. انت مشروع يتيب بمليونات. الله يرزقك. الله يوفقك. الله يرزقك. الله يوفقك. بس ناقص مستثمر. شو ناقصك؟ مستثمر. مستثمر. يعني انت عندك مشروع ما كاش مصاري؟ لا هو ما مصاري بس ما عنديش مصاري. انا بدي اعمل المشروع. بس يعني بتقول لغنية اخوي الزود. انسى الاغنية، انسى الاغنية، فاهم؟ يعني هسه انت بدك مستثمر. اه الله يا رب. يعني عامل دراسة وكل شيء للمشروع. 200% ناجح. 200% ناجح. 200%. ان شاء الله باذن الله. احكي ان شاء الله باذن الله. الله يرزقك. الله يبعث لك مستثمر يا رب. الله يبعث لك مستثمر. لا اخوي إيه؟ انا ما بفكر مستثمر زيك. انا مش مستثمر. انا مش مستثمر. انا معيش مصاري حبيبي. لا ابراهيم انت اخوي وحبيبي. اخوك وحبيبك. انا من وين اجيب مصاري؟ ابراهيم شو مالك يا زلمه؟ من وين اجيب مصاري؟ طيب عادي تضايق خذ قرض تساعد اخوك. تدفع 200,000. 200,000 شو؟ ابراهيم بتدفع 200,000 بعد شهرين برجع 250,000. تعرف لو كلامك صح اقسم بالله نص البلد فاتت معك. ايش المشروع هذا اللي بتدفع 200,000 بعد شهرين بصير 250؟ ابراهيم شو مالك؟ انا دارس الموضوع وعامل تسويق وعامل كل شيء. بالله عليك. اه وانا بنشر عندي كل شيء. ما عليك انت بتبيع المنتج عندك والاشي. آه. ومنتج ولا محل ولا ايش بتشتغل؟ ابراهيم ده كاش تكسر معنويات. ما بكسر. بسألك بسألك ايش بتبيع؟ إيه؟ اجرابات. ايش بتبيع؟ شو الاجرابات؟ شو مالك؟ بقول لك 200,000 كل اجرابات. اه مشروع كبير هذا. الله يرزقك. الله يرزقك. يعني حتصير رجل اعمال. سلم ابراهيم. بقول لك ناقص مستثمر. ايش اعمل لك؟ من وين اجيب لك مستثمر؟ ما بيعرف قصدي 200,000. هاي البلد قدامك. روح دور على مستثمر. اخوي حبيبي انا بس بوثق فيك غير هيك لا. انا ما معي مصاري. انا ما معي مصاري. هاي بحكي لك. كيف بدك مصاري؟ عشان انت عمرك 24 سنة وانا عمري 13 سنة. بدي اضل اناقشك بعدين يا زلمة. وبعدين بدي اضل اناقشك انا. انا اللي لازم اناقشك مش انت اللي لازم تناقشني. انا الكبير. لا يا حبيبي انا الفهيم. انا اللي عندي مخ. انا اللي اسمع ابراهيم. ذاك اليوم عزاك لما طردنا شو تشعمليك؟ شو تشعمليك؟ انا ما عملتش. اسمع صرت تقول لي انا ما دخلني وانا ما انت اللي عملت. انا وانت انت انت اللي بدك تفكر. ها اسمع انا فكرت مشروعك. اه يعني نتوقع مثلا من هون لشهر نلاقيك نلاقيك منطلق في مشروعك. وشهر ونص. شهر ونص صراحة. يعني شهر ونص. ليش شهر ونص؟ قول هيك ما انت الله. اوه الله يرزقك. الله يرزقك. الله يرزقك. الله يبعث لك مستثمر. ايه لازم عشان تجيب مستثمر يحيى تعزمه. اه تطعميه. تغديه. تاخذه. تشربه قهوه. عشان اشوفك جد ناوي تشتغل مش لق 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 بس حكي. رهيب. اه شو افهم شو سرك؟ وين ما نروح لازم تسبح. امشي 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 يا زلمه. امشي يا زلمه. مثل حياتك يا اخي. مثل حياتك. ابراهيم انا بس اسبح لازم بس لازم انجح. لازم انجح اشي يكون. انت فاهم حالك؟ السؤال انت فاهم حالك؟ انا مش فاهم حالك. انا بس انا وصلت للفكره. خلص اوكي زي ما بدك اخوي. لا 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 لا. بس لازم انا عشان انجح مشروعي. اي ما اوعى تفتح. انا مش مستثمر معك ولا تحاول ولا اخوك ولا انت. مرهوب حبيبي. مرهوب بده يدفع لي فلوس المشروع. مرهوب. عيب. انت متهن. يلا اطلع اطلع. روح لحالك مع نفسك. دقيقة اشوف اذا مبين بالهاي. مش مبين هو بس المهم هيو. ايش 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 بجيب الاغراض هيني بجيب معه. يلا ايه اوعى تصفر. لا تصفر. تعال تعال احكي لي شو كنت تحكي. تعال ابراهيم بس يجي يحيى السمكة كل الناس بتخاف. انت سمكة. انا سمكة. فرج. ايش وين؟ لا بتنط بتغرق يحيى. يحيى مجنون 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 اقسم بالله مجنون. تعال تعال بطلع. والله سمكة يا عم. والله يا عم سفاح سفاح السفاحين انت. طلعوا يا جماعة. طبعا المسبح فاضي كثير بجنن حلو. بس يحيى نزل الكل خاف وهرب. اسطوري. يسعد خاتمه. شوف 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 بس.